السلام عليكم. انتشل أعوان الحماية المدنية لولاية المسيلة ليلة البارحة ولدين من بركة مائية ببلدية أولاد منصورة التابعة إقليميا لدائرة حمام الضلعة. وأوضحت مصالح الحماية المدنية في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن أعوان الوحدة الرئيسية بالمسيلة تدخلوا ليلة البارحة وفي حدود الساعة 8:11 ببلدية أولاد منصورة التابعة إداريا لدائرة حمام الضلع من أجل انتشال ولدين متوفيين في بركة مائية يبلغان من العمر 12 سنة. ودعت الحماية المدنية بالمناسبة الأولياء إلى ضرورة مراقبة أولادهم لا سيما خلال التقلبات الجوية والتي تشهدها المنطقة لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة. وفي ولاية تبسة انتشل غطاس الحماية المدنية مساء أمس ولد صغير غرق ببركة مائية في بلدية عين الزرقاء بدائرة الونزة. وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك أن فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة وبدعم من فرقة الغطاسين بالوحدة الرئيسية بتبسة تمكنوا مساء أمس الخميس من انتشال ولد صغير من بركة مائية على مستوى مشتة أولاد الوعر التابعة إقليميا لبلدية عين الزرقاء في ولاية تبسة رحمهم الله وأسكنهم فسح جنته. إنا لله وإنا إليه راجعون.